النهاردة وإحنا بنحتفل باليوم العالمي للمرأة كان لازم في الحقيقة أن إحنا نشاور على واحدة من أهم أو من المصريات اللي قدرت أنها تحقق إنجازات كبيرة جدا في خدمة أفريقيا. دكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، واحدة من أبرز السيدات اللي اشتغلوا على النهوض بالقارة ودعم ريادتها في العالم كله. ده صحيح دكتورة أماني، حققت إنجازات على مدار توليها منصب مفوضة البنية التحتية بالاتحاد الأفريقي ونالت العديد من التكريمات الدولية من رؤساء الدول الأفريقية. قصة نجاح هنتعرف عليها دلوقتي من الدكتورة أماني اللي موجودة معانا عبر تطبيق زوم. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، ومنورانا في صباح الخير يا مصر، كل سنة وحضرتك طيبة. صباح النور وكل سنة وانتم جميعا طيبين، وسعيدة جدا بان انا التقي بكم النهاردة وبالسيدات والسادة المشاهدين. صباح الخير يا دكتور. يعني رحلة حضرتك مع دعم أفريقيا واللي امتدت ل 35 سنة توصفيها بإيه النهاردة في اليوم العالمي للمرأة؟ أوصفها بأنها رحلة رائعة، يعني أتعامل معها بكل فخر وكل اعتزاز، وإن فضل القارة علينا جميعا هو لا يمكن إنكاره، وما أنا إلا واحدة من بنات القارة وكلهم الحقيقة مشرفات اعتز بهن جميعا. طيب دكتور، على مدار 35 سنة حضرتك كنت شايفة حال المرأة الأفريقية إزاي؟ شايفاه بدأ إزاي ودلوقتي إيه اللي اختلف فيه؟ يعني طبعا خلال 35 سنة القارة حققت نجاحات ضخمة جدا جدا، وبالذات في مجال حقوق المرأة. الأحوال الاقتصادية اللي كانت موجودة أو الظروف اللي كانت موجودة من في التسعينيات مختلفة تماما عن دلوقتي. ما ننساش إن لحد قبل، يعني لحد ما الأزمات الأخيرة اللي هي من ساعة جائحة كورونا وغيرها، القارة الأفريقية أكثر من 10 دول كانت بتحقق أعلى معدلات نمو في العالم. المرأة الأفريقية عندنا 4 دول أو 5 دول فيها أعلى تمثيل في العالم للمرأة في البرلمانات على مستوى العالم. عندنا 4 دول أكثر دولة فيها سيدات في مناصب إدارية في العالم هي توجو، وتاليها دولة أفريقية، وفي المركز الخامس دولة أفريقية، وفي المركز السابع دولة أفريقية. أنا بكلم حضرتك من الولايات المتحدة في أكبر يعني محفل يختص بالطاقة في العالم، أو يعني حدث. الحقيقة فخري بعدد الوزيرات وعدد السيدات رئيسات قطاعات للبترول وللغاز وللشركات الطاقة الكبرى السيدات الأفريقيات، حاجة مبهرة ومشرفة. فسعادتي كبيرة جدا 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 بما أراه كل يوم، مش بس في المؤتمرات، وحرص دولنا على تمكين المرأة، حرص دولنا وحكوماتنا على تعديل القوانين والتشريعات بما يضمن للمرأة حقوقها، ويضمن للأسرة الحقيقة مش بس للمرأة، يضمن للأسرة حياة كريمة وحياة فيها تقدم وفيها تنوير وفيها ازدهار وفيها تقدم وتنمية لكل الأسرة. يعني حضرتك يمكن اتكلمتي عفوا عن مكتسبات المرأة سياسيا ومهنيا، النهاردة المرأة الأفريقية ازاي اختلفت على المستوى الاجتماعي لو نقدر نقول؟ ما هي لما التعليم، لما نسب التعليم بتعلى، ولما النسب اللي هي التمكين الاقتصادي، امكانيات اقتصاديه بتتحسن، ما هو ده بينعكس على وضعها الاجتماعي، وبينعكس، انا اتكلمت كمان على الحقوق والتشريعات، ده بينعكس على وضعها الاجتماعي وبينعكس على اسرتها بالتالي، كل هذه الامور. وانا بقول الكلام ده طبعا وانا عارفه كمان ان المراه وبالذات المرأة الإفريقية ما زالت برضو هي اللي بتتحمل العبء الأكبر في رعاية الأسرة، وفي إلى جانب لو هي بتعمل خارج المنزل أيضا تتحمل كمان عبء الأسرة وعبء تدبير الموارد المالية أو تصريفها للأسرة وعبء رعاية المريض. أنا بقول الكلام ده لأنه الثلاث أزمات الكبرى اللي بيمر بيهم العالم من سنة 2020 المرأة هي اللي تحملت العبء الأكبر فيهم،
سواء كانت ايام كورونا في الاجهزه الطبيه، احنا عندنا 65 او 70% من الاجهزه الطبيه في القاره من السيدات، او سواء على مستوى الاسره لان هي اللي بتتولى رعايه المريض، وكمان حاليا حتى في الظروف الاقتصاديه العالميه اللي موجوده حاليا هي ايضا اللي بتتحمل مسؤوليه تصريف الامور للاسره. فيعني طبعا كل تحسن في التعليم وكل تحسن وبالذات التعليم العلمي، يعني المجالات العلميه اللي بنقول عليها ستام، وكل تمكين لها في الحقوق الاقتصاديه والتشريعيه بينعكس عليها وعلى اسرتها. ولكن ايضا لازم نقول ان الازمات الحاليه بتلقي برضو بعبء مضاعف على السيدات في القاره. طيب دكتور، يعني في ضوء حديث حضرتك عن الأزمات والمسؤوليات اللي بتتحملها المرأة الأفريقية، من وجهة نظر حضرتك إيه هي التحديات التي لا زالت تواجه المرأة الأفريقية؟ طبعا احنا يعني ما زال مشوار التنمية في القارة ما زال كبير لكل دولنا، والمرأة ما هي إلا نصف المجتمع، والنصف المجتمع الذي يرعى النصف الأول. فما زال المشوار طويل، احنا بنسعى ان المرأة يكون ليها والأسرة كلها يكون ليها أوضاع أفضل، طبعا في التعليم، في الصحة، في الحصول على بصفة يعني مسؤولة عن البنية التحتية والطاقة والرقمنة، ايضا يكون لها نفس الحظ ونفس الفرص في هذه المجالات. انا بقول الكلام ده لانه احنا حرصنا امبارح، وانا حرصت انا مع معالي وزيره الطاقه الامريكيه ان احنا نؤكد على ان دور المراه مثلا في الطاقه، ومش بس كمستفيده من مصادر الطاقه سواء طاقه في الاستخدامات المنزليه او الطاقه عموما، ولكن ايضا نؤكد على اهميه ان تتولى المراه مناصب قيادية في مجال الطاقة، أن كل السياسات التي توضع فيما يختص بالطاقة أو بالبنية التحتية أو بالنقل أو بالرقمنة إنها يكون في الأول مصممة أنه أخذا في الاعتبار الاحتياجات الخاصة والظروف الخاصة للسيدة والفتاة، وإنها تحرص على أنه يكون الفجوة ما بين الحصول على البنية يعني النفاذية للبنية التحتية، النفاذية للطاقة، النفاذية للرقمنة، تكون المرأة ليها نفس الحظ لأنه ما زال هناك فجوة رجال نساء في القارة. طيب أنا حابة أتكلم عن حضرتك أكتر، ويمكن حابة أعرف شعورك لما تم اختيارك أنك تكوني المصرية الوحيدة ضمن قائمة أكتر من 100 أفريقي تأثيراً. ده الحمد لله بفضل الله، يعني في اخر 10 15 سنه يعني تقريبا كل سنه بيبقى ده اختيار من جهات متعدده داخل القاره وخارج القاره، عدد كبير من الترجمات من جهات رسميه من جهات غير رسميه. يعني الشعور هو انه بيسبق هذا التكريم سواء بشكل معلن او بشكل ضمني كلمة المصرية. فشعوري وفخري بيبقى هو إن هذا التكريم، كل التكريمات الحمد لله بفضل الله التي حصلت عليها، إنها أولا وأخيرا تكريم لوحدة مصرية، وهو ده تكريم بقى الحقيقي. الحقيقة هو إنه كمصرية وكبنت من بنات الوطن الغالي، انه الجهود المبذوله بتلقى التقدير وعلى هذا المستوى الرائع وعلى اسمى المستويات في العالم. طيب دكتور، كمان حضرتك حصلتي على الدكتوراه الفخريه من جامعه مانشستر البريطانيه العريقه طبعا في اكتوبر 2022. ازاي حضرتك توصفي هذا التكريم؟ وعايزة أعرف من حضرتك برضو، هل النظرة الغربية أو النظرة الأوروبية للمرأة تختلف عن نظرتنا للمرأة الأفريقية؟ أولا التكريم من جامعة مانشستر يعني غير الأوسمة وغير التكريمات اللي هي الشخصيات الأكثر تأثيرا، التكريم من جامعة مانشستر بيحمل بالنسبة لي
واقع خاص، لأنه التكريم من جهة أكاديمية رائعة وعلى هذا المستوى في العالم، ده تقدير خاص. وحضرتك لو يعني الحقيقة لما سمعت حتى وهما بيقروا رئيس الجامعة وهو بيقرأ حيثيات اللي هي أدت لجامعة لاختياري للدكتوراه الفخرية، أنا الحقيقة والله كنت شوية متخذة، لأنه إحساسي إن هناك حتى من خارج القارة من يتابع ومن ينظر ويعني وشايف الفرق المجهود والكونتريبيوشن أو يعني المشاركة مساهمة يمكن اللي الواحد بيعمله، ده في حد ذاته شيء رائع. إنما النظرة الغربية أو النظرة الأفريقية، هي أنا في أماني ما بتعاملش بالأمور بهذا المنظر أو ما بديش في بالي، أنا بشتغل وبس. مفاوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، كل الشكر ليك يا فندم على هذه أو هذا المداخلة القيمة، شكرا ليك.